يزعم أنه من خلال الإدارة المشتركة لبيلاروس، وكذلك كدعاء كقيادة من بيلاروس، وكان من الممكن أن نشير كذلك إلى أعمال أخرى وفاعلين آخرين، كان من الممكن أن يشار إليهم كأصحاب سلطة هنا، وإن نظام الأمن والسلم العالمي سيدي الرئيس قد تعرض لتآكل كبير، إن عملية تفكيك الأنظمة المتعددة بين الولايات المتحدة وشركائها بعد الحرب الباردة، هذا النظام تعرض للتفتيت وفقا لرغبات جيوسياسية للولايات المتحدة ولمعارضة أو منع تواجد عالم متعدد الأقطاب. أننا نعيد التأكيد على أنه لا يمكن الفوز في أي حرب نووية على غرار ما ورد في الإعلان المشترك بين الولايات المتحدة أو بين القيادات الروسية الأمريكية. وفي عام 2003 قامت واشنطن بالانسحاب من جانب واحد من المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، على وهو واحد من أهم الاتفاقات الاستراتيجية، وبعدها خرجت الولايات المتحدة من اتفاقات بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ ذات الأمد الوسيط. كافة الإعلانات التي صدرت وقتها لم تشر إلى الجهة التي انسحبت. يمكننا أن نذكر الولايات المتحدة بالإجراءات التي اتخذت وقتها ومن أدى إلى من هي الجهة التي أدت إلى انهيار هذه المعاهدة، وعكفت واشنطن على تدمير وتفكيك عدد من الاتفاقات، وكذلك لتقييد عدد من الاتفاقات بشأن أسلحة وأنظمة للدفاع حتى عام 2020. وكذلك فإن واشنطن لم تتوقف عن تقويض كافة الاتفاقات المهمة فيما يتعلق بالاتفاق بخصوص إيران، بالرغم من خطة العمل المشتركة والتي انسحبت منها الولايات المتحدة بشكل أحد في 2018. وفيما يتعلق بالاتفاقات الدولية منع أسلحة الدمار الشامل، فإن الولايات المتحدة هي التي تعطل كل هذه الأدوات بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وكل ما يتصل بها من عمليات التحقيق. وكذلك رفض الولايات المتحدة التكيف بشأن الأسلحة والقوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بل مس بمسألة الشفافية العسكرية. الميثاق الأوروبي في عام 2019 تم التوقيع عليه، وقد أكد هذا الاتفاق على عدم تعزيز القدرات العسكرية على حساب آخرين، ولكن توسع الناتو نحو الشرق قد ما فتئ يزداد. وفي عام 2021 أذكر أننا قمنا بمبادرة لحوار مهم بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص مسائل استراتيجية لاستعراض كافة المسائل الأمنية،
وكذلك لإيجاد حلول دبلوماسية وسياسية بما في ذلك مسألة التحكم في الأسلحة. والرغم من ذلك فإن كل المقترحات المقدمة من جانبنا قد رفضها الأمريكيون. نفس المسألة انسحبت على مقترحات روسيا فيما يتعلق التحقق من نظام أمني أوروبي يتسق وكافة المعايير التي أقرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكذلك أشير إلى عدم ارتقاب أي شراكة على قدم التساوي مع بلادي، وهذا يوضح طبيعة الوعود المبرومة. إن عقد هذه الجلسة بمبادرة من الولايات المتحدة هو أمر لا نفهمهم. في التسعينات فعلنا كل ما في وسعنا لسحب قدراتنا النووية تجاه أراضينا انسحابا من كل الأراضي للاتحاد السوفيتي السابق، وشجعنا الولايات المتحدة أن تحذو حذونا بشأن قدراتها العسكرية خارج حدودها. وكان هنالك بيان مشترك أشير فيه إلى ذلك، وطلبنا إلى الولايات المتحدة أن تتوقف عن عدد من انتهاكات معاهدة منع الانتشار من خلال التوقف عن البعثات النووية المشتركة للناتو، لأن ذلك يتعارض مع اعتبارات أكدت عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. المادة الأولى للان بي تي تمنع إيصال الأسلحة النووية أو تجهيزات نووية أو الإمداد بأي قدرات بشكل مباشر أو غير مباشر. وكذلك فإننا تعهدنا أو الأطراف تعهدت بمنع هذا الإيصال. فيما يخصنا فإن التعاون مع بيلاروس دون انتهاك التزاماتنا الدولية النووية. الرئيس فلاديمير بوتين قالها بوضوح، المسألة تتعلق بنقل أسلحة نووية، بل سننقل إلى جمهورية بيلاروس نظام للأسلحة الباليستية إسكندر أم لتزويد طائرات أو وحدات الطيران البيلاروسي ولإيجاد قواعد خاصة بقاعدة أو منصات لقاعدة إطلاق. وأشير إلى نشر أكثر من 120 وحدة تكتيكية. هذه الترسانة وهذه الأسلحة النووية التي تقدمها الولايات المتحدة وتنشر في بلاد كثيرة أوروبية. لا ينبغي أن ننسى ما خلفته الحرب الباردة، لأنه قد تم نشر وحدات كثيرة في دول أوروبية منها اليونان مثلا. وسمعنا نداء بشأن توسيع نطاق هذه المحطات والمنصات على حدود قريبة من الاتحاد الروسي. وفي أكتوبر تشرين أشير إلى احتمال قيام بعثات للتحقق مشتركة. وهذه الأعمال تتطلب من كل الإجراءات التحوطية المطلوبة لكفالة سلامة الاتحاد الروسي والاتحاد البيلاروسي. وعلى أساس كل المزاعم والمسائل التي قالها الرئيس الأوكراني، هل كنتم تتوقعون منا أن نظل مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه التهديدات؟
ما يتم الإشارة به على لسان الجول الغربية هو أمر لا يخلو من النفاق، وإننا نتساءل بشأن مسألة الشراكة أوضحت كل هذا النفاق. ومصالح أوكرانيا لم ترعيها أبدا الدول الغربية. وبالنسبة لما قدمته المملكة المتحدة بأسلحة سامة من اليورانيوم المنضب من جانب المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا، نعرف جميعا أن هذه الأسلحة فتاكة، ومغبة استعمالها نشهدها اليوم بعد استخدامها في أوقات سابقة في أوروبا الشرقية. وكان ينبغي رفض هذه الهدية منعا لإيذاء المدنيين ولمنع تلوث التربة بهذه الأسلحة الملوثة والفتاكة. وهنا أود أن أتناول هذا الأمر. الدبابات الروسية ما كانت لتكون في أوكرانيا، وما كان للجنود الأوكرانيين أن يموتوا بسبب مصالح أجنبية سياسية إن لم تقم الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقيام بانقلاب في كييف عام 2014، وإن لم يتولى الحكم النازيون، وإن لم يسلح الأمريكيون هذه المجموعة ويعدوهم للحرب، وإن لم يغطوا على جرائم حربهم ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا. أوكرانيا كانت ستشهد السلام منذ فترة طويلة إن لم يضخوا الأسلحة إلى كييف ونظامها، وإن لم يرسلوا آلاف المقاتلين. إن الهدف الوحيد المقصد الوحيد هو هذا الذي يسعى إليه الغرب في أوكرانيا، ولكن سلطات كييف توالي الغرب وهم مستعدون لاستخدام الأسلحة الغربية ضد مواطنيهم. علمنا هذا منذ فترة طويلة، وعدم اهتمام بالجيران الأوروبيين يظهر من خلال وجود محطة الكهرباء التي قصفت، والدول الغربية تعرف هذا منذ فترة طويلة أنهم احتفظوا بصمت منافق. ويمكننا أن نقول أن هذا هزل أن يسمي الغرب نفسه مناصر السلام بينما يضخ الأسلحة من الباطن. إنهم استجابوا إن الغرب مبادئه فضفاضة وغير متسقة ولا موحدة، وأن النظام الذي يريده الغرب لا يتعلق بالقانون الدولي، والدول الغربية تفرض على بقية العالم قواعدها التي تخدمها، ثم يطالبون الدول الأخرى بالامتثال لقواعدهم. أما بالنسبة لهم فلهم يعتبرون أنفسهم ملزمين بأي التزامات. هذه عقائد استعمارية جديدة. أما بالنسبة لنا وزملائنا من الدول النامية فهذه العقائد لا تخدعنا، هي تخدم مصالح الغرب و تنقل كل اللوم إلى الاتحاد الروسي، وكلما التزمنا بأمننا الجماعي في أوروبا كلما استطعنا تجنب الأزمات. وشكرا.